دي الحكايه من اولها لاخرها في قصه عبد الله السعيد والنادي الاهلي. وحاولت بحسب فهمي موضوع القانون ده صعب صعب وفيه تفاصيل كثيره. تعرفين احنا عشنا على افلام ومسلسلات، يعني فهمنا القانون من هذه الصيغه، يعني تفاصيل وجمل وكلمات وحاجات الساده المحامين الكبار هم بس اللي بيبقوا فاهمينها كويس جدا، وطبعا قضاتنا العظماء. النهارده بعيد بقى عن النادي الاهلي، نادي اسوان اعلن عن صفقه خطيره، مفاجاه. نادي اسوان اعلن النهارده عن صفقه مفاجاه. اسوان النهارده اعلن ضم مليك ايفونا المهاجم الجابوني، مهاجم النادي الاهلي الاسبق، لمده موسمين. كان صوره ليه النهارده هو وهيثم عرابي المدير الرياضي بنادي اسوان اللي كان جايبه اصلا، يعني هيثم هو اللي كان جايب برضه ايفونا في النادي الاهلي منذ سنوات، جابه مره اخرى الى اسوان واصبح لاعبا ومهاجبا في نادي اسوان. ويبدو كده ان اسوان بيحاول يعمل صفقات كبيره ورائعه. بس الملفت ان ايفونا منذ رحيله عن النادي الاهلي، لما تبص على عدد مباريات في كل الفرق اللي لعب فيها مش كتير، ما بيشاركش كتير، ما بيتألقش قوي. هو كان متألق جدا مع الاهلي جدا، بس منذ رحيله من النادي الاهلي لا، مش منور، مش ظاهر. يمكن لكن مع الدوري المصري، يمكن يتألق مع اسوان، يمكن الفرق اللي لعب فيها سواء في الصين او في تركيا او غيره ما كانش عارف يتأقلم، ما الله اعلم. بس هو اسم له سمعته في الكره المصريه، سمعه محافظ بقى على السمعه دي، لسه امكانياته جيده ولا لا الله اعلم. عموما مليون مبروك لنادي اسوان، صفقه على الورق كبيره، نتمنى انها تبقى في الملعب صفقه كبيره ايضا. ده بالنسبه لمليك ايفونا المهاجم الجابوني السابق او الاسبق للنادي الاهلي، الحالي لنادي اسوان. زي ما قلت لكم اسم له سمعه كبيره في الكره المصريه. طيب نكمل ده. طيب معانا دلوقتي المستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان، نبارك له على الصفقه، الصفقه اللي كانت مفاجاه للجميع النهارده. يا فندم الف مبروك صفقه مليك ايفونا النهارده. حضرتك طيب وكل العاملين مع حضرتك في برنامجك المميز طيبين، وكل اهل مصر ومشاهدينك طيبين. يشرفنا وينورنا. قبل مليك ايفونا بالمناسبه، عشان بما انها اول مهاتفه بيني وبين حضرتك منذ صعود اسوان، فببارك لك على صعود اسوان. نحب دايما ونفرح نشوف اسوان في الدوري الممتاز. ربنا يبارك فيك، وانا بشكرك مره ثانيه على اهتمامك بنادي اسوان وكل الاخبار اللي تخص نادي اسوان. واحنا الحمد لله يمكن مجلس اداره جديد بقى لنا 6 شهور بنفكر خارج الصندوق، فكرنا في الكابتن هيثم عرابي كمدير رياضي للنادي، ودي تجربة جديدة على الصعيد وتجربة جديدة على أندية كثيرة في مصر. والحمد لله موفقين وشغالين كويس، وفكرنا بعد كده الخطوة الثانية في الكابتن مصر اللي هو الكابتن ربيع ياسين، والحمد لله وصل أسوان من 3 أيام وموجود معانا لحد دلوقتي. وكنا خدنا رأيه في صفقة إيفونا، والراجل قال إذا كان صالح من الناحية الطبية فأنا موافق عليه طبعا. فهو النهارده الحمد لله يمكن احنا وديناه عشان يعمل الكشف الطبي، هتجينا نتيجة الكشف الطبي بكره اذا اراد الله وكان لنا عمر، وبعدها هنبدا ان شاء الله في انهاء الصفقه ان شاء الله. حضرتك قلت حاجه كانت لسه تبقى سؤالي اللي جاي، هي كان مشكله مليك ايفونا الفترات اللي فاتت مع كل الفرق اللي لعب فيها كثره اصاباته، عشان كده غاب عن معظم المباريات في كل الفرق اللي لعب فيها بعد النادي الاهلي. فضروري تطمنوا من هذه الجزئيه، وضروري برضه يا باشا ما هو ده كان كلامنا مع الكابتن هيثم عرابي برضه قبل ما نبعت له التذكره حضرتك، ان هيجي مش هنتعاقب، لا هيجي الاول يخضع للكشف الطبي. خدنا الرؤيه الفنيه من الكابتن ربيع وموافق عليه، قال اذا كان صالح طبيا فانا مش عنديش مانع فيه. فاحنا خلاص بدانا الخطوه دي، والنهارده راح الحمد لله يمكن مع الجهاز الاداري للنادي والجهاز الطبي والمشرف على الكوره، وعملوا كل الفحوصات المطلوبه، هتظهر نتيجتها بكره. اذا كانت ان شاء الله نتيجتها هتجي بتيجي بالايجاب ان شاء الله باذن الله، ما عندوش اي مشاكل في الناحيه دي،
هنبدا بعد كده نتعاقد نتكلم في التعاقد ان شاء الله، واللي هيكون ان شاء الله غالبا على حسب كلام هيثم عرابي معايا سنتين ان شاء الله بإذن. اه يعني اللي حضرتك بتقوله لي دلوقتي انه حتى هذه اللحظه لم يتم التعاقد رسميا لحين لم يتم التعاقد رسميا وهو بيعلن التعاقد يا اما هو رئيس النادي صح. بصفه المتحدث الرسمي بالنادي او المركز الاعلامي للنادي صحيح. ما فيش حد فينا اعلن الكلام ده من بره في الصفحات تاني حد بيكتبه انا مش مسؤول عنه. انا النهارده افرض لا قدر الله بكره جاتني نتيجه الكشف الطبي حضرتك عليه ان هو مش سليم هتعاقد معاه ازاي يعني؟ صحيح صحيح. طيب ايفونا لما كان موجود مع النادي الاهلي او حتى سافر بعد كده الصين كان بيتقاضى راتب كبير، هل هو هيتقاضى راتب كبير ايضا في اسوان ولا الراتب معقول؟ والله ما اتكلمناش في كل الجزئيات دي بس احنا مش عاوزين ناخد الخطوه الثانيه قبل الخطوه الاولى. خلينا نتاكد بس من صلاحيته من الناحيه الطبيه الاول وبعد كده ان شاء الله باذن الله نتكلم مع الكابتن هيثم اللي هو قريب منه وهو اللي جايبه وان شاء الله مش هنختلف في الامور دي كلها يعني. عظيم جدا. طيب اسوان بيشتغل على مين الفتره دي؟ اسوان واضح ان هو داخل سوق الانتقالات بشكل قوي جدا، بيشتغل على مين الفتره ديت انه يضمه للفريق؟ احنا والله اللي اقدر اقوله لك ان احنا امبارح كان في لقاء مع لجنه الكوره ومع الكابتن ربيع ياسين والكابتن هيثم وكل المسؤولين عن المنظومه ان احنا استقرينا على 12 لاعب من القدام ومعاهم ثلاثه من الناشئين مصعدينهم، فانا عندي 12 ففاضل لي 18 هشوف توزيعة ال 12 دول اماكنهم ايه اللي موجوده وهبدا اكمل عليهم ان شاء الله باذن الله. عظيم جدا، حاطين عينيكم على لعيبه من الاهلي والزمالك حتى لو على سبيل الاعاره. طبعا ان شاء الله ده هيكون تعاون وبدانا في هذا الخط ان شاء الله يكون مع والكابتن هيثم عند رؤيه في كده هو والكابتن ربيع وعلاقات الاثنين تسمح لهم ان هم يتواصلوا مع المختصين في الناشئين في الاهلي وفي الزمالك. وان شاء الله باذن الله واحنا معاهم برضه كمجلس اداره وكلجنه كره ونصل باذن الله بفريق اسوان الى ما يصبو اليه الجميع اهل اسوان ان شاء الله. كان في كلام ان اسوان بيفكر في رامي ربيع مدافع النادي الاهلي، الكلام ده مظبوط؟ والله من ضمن الاسماء المطروحه بس احنا لسه ده اللي في لسه مع الكابتن هيثم هو بيعرضها لاعب لاعب وبناخد الاول عليها بواسطه المدير الفني والجهاز الفني اللي معاه وبعد كده لو قال لي احنا يصلح بنبدا بعد كده في التفاوض. صحيح. مستشار الشافعي صالح رئيس نادي اسوان انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل التوفيق لنادي اسوان، نادي جميل، شعب جميل، كل حاجة عظيمة جدا، فرحانين بتواجده جدا في الدوري الممتاز ونفسنا كمان يبقى عامل فرقة كويسة تكمل وتقدر تنافس الموسم اللي جاي.